تعرضت امرأة في هونغ كونغ إلى عقوبة السجن ب6 أعوام نافذة بسبب الاعتداء على خادمتها الأندونيسية. عدد كبير من المدافعين عن الخادمة إرويانا وعن حقوق الإنسان حضروا إلى المحكمة لسماع القرار النهائي بسبب هذا العمل الوحشي الذي أشارت إليه قبلا العديد من وسائل الأعلام. إحدى الخادمات تقول: خلاصة القول، الاعتداءات التي تعرضت لها إرويانا أنصفتها المحكمة فيها، لكن هذه الاعتداءات ما زالت مستمرة لأن السياسة دائما في مكانها. وكشفت المحاكمة التي دامت 16 يوما تفاصيل اعتداء هذه المرأة على إرويانا، بما في ذلك دفع أنبوب المكنسة الإلكترونية في فمها ما تسبب في هتكه، بالإضافة إلى الصفع والخدش واللكم وإجبارها على التبول في أكياس بلاستيكية.